سلام خوتي، اليوم راح نديرو وصفه جديده تاع كبده غنمي. واش نسحقو؟ حار نقطعو هكذا، ولا ما حبيناهاش حاره ما نديروش الحار. الزبده، ثوم، معدنوس، ملح، فلفل الكحل، ونسحقو الكبده نقطعوها لشرائح هكذايا. للكبدة تاعنا نديرو مقلة تسخن مليح، نديرو لها شوية زيت، هكذا نديرو لها شوية زيت، نزيدو نخلو الزيت تاعنا في المقلة تسخن شوية، نزيدو نخلو الزيت تسخن شوية في المقلة تاعنا. من بعد نحطو الكبدة تاعنا ونقليوها مليح. نحلو الكبدة تاعنا هكذايا ونخلوها تقلى لنا مليح، نديرو لها شوية فلفل الكحل ونزيدو لها شوية ملح ونقليوها مليح على الزوج الجوايح. هكا الكبده هكذا كي تقلات لنا مزوج جوايح، والكبده ما لازمش نطيبوها بزاف باش تجينا طريه. دوكا واش نديرو؟ نحطو لها شويه ثوم هكذايا، نقطعوه هكذا الثوم، نحطو لها شويه ثوم ونديرو لها شويه تشيلي اللي هو الفلفل الحار. سا ديبون شحال تحبوها حاره، ولا ما حبيتوهاش حاره ما نديرو لهاش تشيلي. ونخلطوها هكذا، نزيدو نطيبو الثوم مع التشيلي هكذاك مع الثوم، ومنها ويطلق لنا البنة تاع الثوم. دوكا كي قلينا الثوم تاعنا مع الحار، واش نديرو؟ نحطو الزبدة، نديرو كمية شابة تاع الزبدة الداخل، ونزيدو لها معدنوس نقطعوه هكذا. ونخلطوها مليح، غير تذوب لنا الزبدة دير لنا كولورة شابة، نزيدو لها قطرة ماء نطيبوها دقيقة ونحوها. هكذا دوكا كي دابت لي الزبدة شوفوا كيفاش راهي، نزيدو لها قطرة ما برك هكذا، قطرة ما برك، ونزيدو نطيبوها دقيقة زوج دقايق ونحوها. الكبدة تاعنا راهي واجدة. بعد ما الكبدة تاعنا طابت وحطيناها في الطبسي، هاي لي كيفاش خرجت لنا، شبحناها شوية وحطيناها. كي ديري هكذايا نقول لك راكي الشاف في دارك. خاوتي ربي يحفظكم ويطول في عمركم ان شاء الله، ونشوفكم في فيديو واحد اخر. وهاي ليك الكبده تاعنا.